السلام عليكم ايه اي الشرق الاوسط وجهت لنا دعوه خاصه ان نحضر معرضهم اللي صار في امريكا ويكون عاده قبل معرض اي 3 وهناك جربنا لكم لعبه نيد فور سبيد باي بكل بساطه القصه تتكلم عن شخصيه اسمها تايلر مع اصحابه يحاولون انتقام من منظمه صارت لهم حاجه مش كويسه اللي هي احنا لسه ما اعرفها لأنها خلينا نقول ما لعبنا اللعبه الا اللي تشوفونه قدامكم وهو البري الفا وهنا بكل بساطه بس أعرض لكم طريقه اللعب وزي ما تشوفون الرسوم مختلفه كثير عن اللي قبل وصارت احسن آه وهذا نسخه البي سي قاعده تمشي 60 اطار بالثانيه زي ما تشوفون آه المؤثرات الحلوه زي التصادم لسه موجوده ويعني يعني بكل يعني بساطه هذه قريبه من نيد فور سبيد هات Pursuit 2 اللي هي شرطي حرامي تذكرونها وايضا نزل لها ريميك او خلينا نقول ريماسة على ريميك ما اعرف بالضبط بس انها كانت نيد فور سبيد هات Pursuit نزلت على جهاز البلاي 3 اذا ما كنت غلطان كانت ممتعة انك تلعب مع اخوياك ضد بعض او مع بعض انك واحد شرطي واحد حرامي ومن ناحية البيئة هذه. أكثر شيء حماسي في اللعبة اللي شفناه هو التلغيم أو تغيير السيارة أو التعبيث يعني في أكثر من اسم لها زي ما تشوفون تقدرون تغيرون كل حاجة تغيرون البدي لونه شكله آه خلينا نقول حتى اللمبات ألوانهم آه نوع الجنوط نوع الرفرف آه الشكمان، اللمبات اللي ورا، الفتحه اللي فوق، الشك... ال... يعني ترى انا قاعد اتكلم الحين انا حتى ماني ملم بالسيارات يعني، لكن انا متاكد انكم زي ما تشوفون حتى قدامكم من, من الاشياء اللي تشوفونها، يعني في شيء انا مو فاهمها اصلا ما فاهمها بس انكم متاكد تشوفونها قدامكم، فجربنا غير الجنود السياره زي ما تشوفون، وكل جنب في برضه موديل معين او خلينا نقول يعني شركه معينه مشهوره تسويه زي فولكسواجن مثلا والاشياء هذه، وايضا يعني حتى في قطع هنا ما اعرف اسميها صراحه متاكد انكم تعرفونها يعني انا ابدا بالسيارات ما عندي سالفه فيهم ف وعندكم الصدام اللي قدام تغيرونه صدام, صدام اللي صدام اللي ورا آه يعني تعبيث 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 احلى شيء الموضوع انك تسوي سيارة على هويتك تسوي سيارة زي ما تبغى وايضا تضبط الوزنيه اليمين واليسار ترفع السياره فوق تنزلها تحت وما الى ذلك وما ومتشف... ما تشوف هنا بيكون في طور قصه ويكون في سينمائيات في اللعبه بحيث انها تشرح القصة بطريقه حلوه واسلوب جميل. يعني اللعبه بكل اختصار راح تكون آه لعبه آه حماسيه سيارات مع قصه مع تعبيث سيارات زي ما تبغى واتوقع بيكون فيها طور الملتي وهذا الطور بيكون جدا ممتع وبيكون فيها طور الاونلاين اذا ما كنت غلطان وطور الاونلاين بيكون ايضا ممتع آه فهذه نيت فور سبيد اذا عجبتك سبيد اللي قبل هذه نيت فور سبيد احسن منها صايره لان لان صار اكثر قريب من لعبه هات بور شوت 2 واللي هي تعتبر افضل نيت فور سبيد نزلت على الاطلاق. كما معكم فهد الشيحه شكرا للمتابعه مع السلامه. Okay, boys, let's even the odds.